طيب بص يا جماعه، انتوا حليتوا الكويز ده، بس انا هحله تاني على اساس بس ايه لو في حل ايه اسرع من اللي انتوا حليته او كده، في بعض اخطاء بسيطه عشان نشوفها برضه. طب هنا لو بصينا، دي اول واحده الدومين عاملينها تمام، الدومين بتاعنا زي ما قلنا من الشمال لليمين، الشمال لليمين، يبقى ار، بس ما عدا عند النيجاتيف 1 و2 يبقى الدومين بتاعنا ايه، ار اكسبت ده الدومين، هقول الدومين هنا جي مثلا اهو، اصله دي بس ار اكسبت نيجاتيف 1 و2 بس في بريسز مش في انترفال. طيب الرينج بتاعنا هي قصاد 3 بس، خلاص يبقى الرينج هسميه مثلا او رينج هيبقى 3 بس. طيب دي بقى الدومين بتاعنا اهو، من الشمال لليمين، من الشمال عند نيجاتيف انفينيتي، من اليمين عند زيرو بس، يبقى الدومين من نيجاتيف انفينيتي لزيرو، نيجاتيف انفينيتي اولويز اوبن وزيرو ايه كلوز. طب لو هجيب الرينج، الرينج من تحت لفوق، طب من تحت هي عند زيرو ومن فوق عند ايه؟ النمبر ده معلش نسيت اكتبه، كان 3، من زيرو ل 3، ما هو اخرها من تحت زيرو عشان ده كده اللي غلطت فيها كده 0 ل 3، يبقى من 0 ل 3 ده الرينج. رينج. طيب تعالى بقى نبص على دي. الدومين طبعا اهو الشمال لليمين يبقى ار. الدومين بتاعنا هيبقى ار. تمام؟ وبعدين الزيرو قصاده فيه هول هنا، بس فيه هنا متغطي من هنا. يعني قصاده ده كلوز وده اوبن، يكنهم مغطين على بعض، يبقى الدومين ار وخلاص. الرينج بقى هيبقى من تحت لفوق، يعني من نيجاتيف انفينيتي لانفينيتي، يعني الرينج هيبقى ار اكسبت المنطقه دي اللي هي من نيجاتيف 2 ل 3، وهنقلب البراكتس. النيجاتيف 2 كلوز هنعملها احنا اوبن، 3 اوبن ده هنعملها احنا ايه؟ كلوز. تمام؟ يبقى كده خلصنا من الفيديو سهل. طيب هاجي ابص بقى على الجماعه دول اللي هم ايه؟ همسح بس دول بتوع الليمتس دول عشان المكان احل فيه، وبعدين نرجع تاني نحله. هاخد مثلا نبدا بدي. نبدا بدي. هصور بس دول كده الاول، احلهم واحطهم لكم على الجروب، وبعدين ايه؟ عشان يبقى عندنا مساحه بس نحل فيها. طيب طيب هو بيقول لي ايه؟ المسألة اللي بعد كده كانت كان جايب لي المسألة كده اللي هي بتاعت فايند ذا دومين، فايند ذا دومين، وجايب لي ايه؟ فايند دومين، جايب لي المسألة كده الأولى 2x plus 3 over x power 2 minus 3x plus 1. احنا مبدئيا يا جماعة بنشتغل على اللي تحت في الدومين، فناخد اللي تحت ده اساويه بزيرو. يبقى x power 2 minus 3x plus 2 هو المفروض doesn't equal 0 المفروض. بس احنا مجازا بنقول انه equal 0. هعمل فاكتورايز عادي اهو. يبقى اكس واكس ال2 هتبقى 2 تايمز 1، او نعملها بالكالكوليتر بمود 5 3، ده هيبقى نيجاتيف وده هيبقى نيجاتيف. طب كده بنرجع نغير دول، يبقى الاكس ب2 او الاكس بايه؟ ب1، بس المفروض طبعا بقول بقى دازنت ايكوال بقى. طيب طالما الاكس دازنت ايكوال 2 دازنت ايكوال 1، يعني الحل العادي بتاع كوادراتيك ايكويشن، يبقى هقول له الدومين ايه هو؟ الدومين عشان ساعات هو بيجيب لك تشوز كده، يقول لي اكس دازنت ايكوال 2 اور اكس دازنت ايكوال 1، فانا هقول له هنا الدومين ار اكسبت 2 اند 1. تمام؟ طيب لو جينا نشوف اللي بعديها، اللي بعديها كان بيقول لي ايه؟ كان بيقول لي اف اوف اكس ايكوال نمبر 2، كان بيقول لي اف اوف اكس ايكوال اكس باور 2 بلس 1 اوفر اكس باور 2 بلس 4 اكس. انا هشتغل على اللي تحت برضه. اللي تحت ده المفروض doesn't equal 0. لو انا لاحظت حاجه يا جماعه، ده 2 تيرمز، طالما 2 تيرمز يبقى ما فيهوش فاكتورايز، ما فيش 2 براكتس، امال نعمل ايه؟ ناخد كومن. طب اخد الكومن على اساس ايه؟ ده اكس بار 2 ده اكس بار 1، باخد انا الاكس بار 1
وافتح براكت. ايه اللي بيحصل؟ بعمل اكس باور 2 ديفايدد اكس، اكس باور 2 ديفايدد اكس. فانا باخد اكس واحده واعمل ماينس الباب هتديني اكس باور 1 والوان ما بتكتبش. طب ارجع اعمل 4 اكس ديفايدد اكس، يعني انا كاني بعمل اكس باور 2 ديفايدد اكس تديني اكس. فارجع اعمل 4 اكس ديفايدد اكس، فالاكس بتروح مع الاكس يتفضل فوق. بكتب انا الحاجات دي جوه البراكت. بكتب الحاجات دي جوه البراكت. طيب سمعت. طب اجي ابص دلوقتي. doesn't equal zero. المفروض بقى الاكس دي مره اخدها doesn't equal zero، ومره زي ما اتفقنا الاكس دي ما معهاش رقم ان انا اعكسه، يعني ما معهاش رقم اعكسه فزيرو. طب الاكس دي الرقم اللي معاها بعكسه يبقى doesn't equal negative 4. هي بتتحل عادي زي الكوادراتيك اكويجن، بس الجديد ان انا بقول doesn't equal بدل ما بقول equal بقول doesn't equal. بس طيب يبقى كده الدومين بتاعنا طالما doesn't equal يبقى هيبقى r except 0 and 4. يبقى الفكره كلها في الفاكتورايز بتاع اكس باور 2 بلس 4 اكس ده انا بعمله ازاي؟ بكتب اكس اهو اعمله لكم بستبس. بكتب اكس دي باخدها الصغيره كده بره. اعمل ده مره ديفايد عليها واعمل ده مره ديفايد عليها بس على الاكس اللي بره. ايه اللي بيحصل؟ ادي اكس اهي اكس باور 2 ديفايد اكس بيديني اكس، 4 اكس ديفايد اكس بيديني 4. بس هي دي التريكه اللي فيها يعني. تمام؟ فطبعا الاكس اللي معهاش رقم دي بتبقى بزيرو ودي بتقلب بتبقى نيجاتيف 4. تمام؟ طيب في حد مش فاهم دول يا جماعه؟ عشان دول مهمين قوي. ودي بالذات عشان موضوع الكوماند ده هينفعنا دلوقتي في الليمتس. في حد مش فاهم موضوع الكوماند فاكتور ده يا شباب؟ اقوله تاني؟ لا تمام. عشان هينفعنا في الليمتس دلوقتي. طيب تعالى على المساله الاخيره بقى بتاعت الدومين اللي هي بتاعت ايه؟ اف اوف اكس ايكوال روت اكس ماينس 2. دي سهله. طب كل ما عليها اقول ايه؟ يعني جايب لي الدومين بتاعتي فاين دومين برضو بتاع ايه؟ اف اوف اكس ايكوال روت اكس ماينس 2. كل ما عليها في روت اكس ماينس 2 دي ان انا بعكس الرقم ده يعني 2 وانفينيتي. بس هو ده الدومين بتاعتي. طب لو كانت جايه في الدينومينيتور، يعني لو كانت جايه كده مثلا 3 اكس اوفر روت اكس ماينس 2 كنت هعكس ده برضو 2 وانفينيتي، بس هخلي ال 2 ايه؟ اوبن والانفينيتي دايما اوبن. ده كده بمنتهى البساطه يعني. طيب نخش بقى على بتوع الليمت. نخش على بتوع الليمت. طيب الليمتس اول واحده جايب لي ايه؟ جايب لي ليميت when x tends to 0 مين بقى؟ x power 2 over 3 x power 3 minus 2 x power 2. طب هلاحظ انا حاجه دلوقتي، ال x power 2 اللي فوق ما فيهاش شغل خالص. طبعا بعد ما اعوض بقى وتطلع 0 over 0 هنحل على طول ازاي بقى؟ ليميت لما x tends to 0 هبتدي ايه بقى؟ هسيب ال x power 2 زي ما فوق زي ما هي. اللي تحت دول يا جماعه دول تو تيرمز يبقى فيهم كومن. ايه الكومن؟ الكومن باخد الباور الصغير دي اكس بار 2 دي اكس بار 3 اخد اكس بار 2 كومن وافتح براكت. فالمفروض ان انا بعمل ده ديفايد اكس بار 2 وبعمل ده ديفايد اكس بار 2. هعملها لكم في الدرافت تحت كده بس عشان تبان معايا. انا لو عملت 3 اكس بار 3 ديفايد اكس بار 2 اللي بره ده ايه اللي هيحصل؟ ايه اللي هيحصل؟ هكتب 3 واكس باور 3 ضد اكس باور 2 يديني اكس باور 1 يعني اكس بس يبقى كده 3. طب هرجع بقى اخد تاني واحد ده اعمله ضد اكس باور 2. لو خدت نيجاتيف 2 اكس باور 2 ضد اكس باور 2 ايه اللي هيحصل؟ ده يتكنسل مع ده هيتفضل نيجاتيف 2. طيب تمام كده طلع اكس باور 2 هنا وده اكس باور 2 هيتشالوا مع بعض. طالما اللي فوق ده اتشال يا جماعه اتفضل مكانه 1. يعني المساله بقت كده ليميت اكس تندز تو 0 1 اوفر 3 اكس ماينس 2. نبتدي نعوض على الاكس ب 0 بقى يبقى 1 اوفر 3 تايم 0 ماينس 2 والاكس تندز تو 0. خلاص هتطلع في الاخر الانسر نيجاتيف 1 اوفر نيجاتيف 1 اوفر. تمام هاجي ابص بعد كده
المسألة اللي بعديها نمبر 2 بيقول لي ليميت لما x tends to 2 5x minus 10 over 4x plus 8. طيب احنا اتفقنا برضو هاخد كومن. بصوا يا جماعه لما الاقي تو تيرمز كده ناخد كومن. ناخد كومن يعني ايه؟ ممكن اخد كومن من نمبرز يعني ده 5 وده 10 هما الاثنين يفعلوا ريدت 5 اهو انا واخد ال 5 كومن اهو مفيش اكسات يعني ده عنده اكس وده ما عندوش. طب لما اعمل 5x ديفايد 5 يديني اكس. طب لما اعمل 10 ديفايد 5 يديني 2. يعني الكومن ممكن اخده من نمبرز برضو. طيب بس لما اجي اخده من نمبرز باخد نمبر هما الاثنين ينفعوا ديفايد عليه. يعني ده 4 وده 8. ال 4 وال 8 هما الاثنين ينفعوا ديفايد 4 اهو واخد 4 كومن. وافتح براكت 4x تتعمل ديفايد 4 يدينا اكس. 8 ديفايد 4 يدينا 2. طب ما خدتش ليه الاكس كومن؟ عشان ده عنده اكس وده ما عندوش اكس ببساطه. طيب هو بيقول لي الاكس تندس تو 2. طب انا مفيش حاجه تتكنسل كده يعني مفيش حاجه تتكنسل مفيش مشاكل. انا اعوض عن اكس ب 2. انا لو جيت اعوض عن اكس ب 2 هلاقي ايه؟ بص يا جماعه 5 2 ماينس 2 على 4 2 بلس 2 احسبها هتطلع 0. هي على فكره في الاول لو انا كنت عوضت فيها من الاول كانت هتطلع 0 اوفر نمبر. يعني كانت هتطلع 0 اوفر 16 هتبقى ايكوال 0 من غير ما اعمل فاكتور. بس نفرض يعني انا متعمد احلها اصلا كده على اساس اجيب الايه؟ اجيب الفاكتورايز على اساس اجيب الفاكتورايز. يعني نعرف الفاكتورايز بتاع الكومن فاكتور ده. طيب اللي بعديها اللي هي ليميت لما 2x minus 8 ايكوال هنا ليميت نمبر 3 ليميت 2x minus 8 over x power 2 minus x minus 12 وهنا x tends to 4. طب هاجي ابص دلوقتي لو بصينا فوق يا جماعه دي ليميت لما x tends to 4 ده عنده 2 ده عنده 8 هما الاثنين ينفعوا ديفايد 2 هاخد 2 كومن. اعمل 2x ديفايد 2 هتديني x. اعمل 8 ديفايد 2 تدينا 4. يبقى احنا كده اتعلمنا النهارده موضوع ان انا ممكن اخد كومن فاكتور من النمبرز بره مش شرط من الاكسات بس. اللي تحت ده فاكتورايز عادي جدا. x و x ال 12 هتبقى 4 تايم 3 ودي نيجاتيف ودي بوزيتيف. بالكالكليتور اصلا بموت 5 3 زي ما قلت. طيب هنلاحظ حاجه x minus 4 هتتكنسل مع x minus 4 هيتفضل ايه يا جماعه؟ ليميت لما x tends to 4 2 over x plus 4 نبتدي نعوض وخلاص يبقى 2 over 4 plus 3 يبقى 2 over 7 وخلاص. ماشي انا عارف ان هي كانت مسائل قويه في الكويز بس احنا ايه فهمنا فكرتها. اللي بعديها عاديه والروت عاديه. اشوف بس المسائل اللي هي ايه. ناخد مثلا مساله زي نمبر 7. مساله زي نمبر 7 المسائل اللي احنا حلينا صح وعاديه بالنسبه لنا دي مش هوايه. ناخد مثلا نمبر 7. نمبر 7 كانت سهله خالص يعني نمبر 7 بيقول لي ايه؟ كانت معتمده برضو على موضوع الكومن فاكتور ده. هو ليميت لما x تنس تو 0 x بلس 2 باور 2 ماينس 4. هو بيراقبني بالبراكت اللي عليه باور 2 ده يا جماعه. انا هعمل فاكتورايز عادي جدا هنا اكس باور 2 بلس اكس. هفكركم بس الاول باللي تحت ده. اللي تحت ده زي ما اتفقنا دول تو تيرمز. ده عنده اكس باور 2 ده عنده اكس. ممكن اخد اكس كومن شغال في اللي تحت دلوقتي. هعمل اكس باور 2 ديفايد اكس هيديني اكس. وبعدين هعمل اكس ديفايد اكس يعني ده بيتعمل ديفايد بالكومن وده بيتعمل ديفايد بالكومن. اكس ديفايد اكس هيديني 1. حلو. طب نيجي نبص بقى فوق. فوق هفتح تو براكتس. اكس بلس 2 باور 2 ده مكرر مرتين. هعمل اكس بلس 2 هنا واكس بلس 2 هنا. طب الفور هعملها ايه يا جماعه؟ النيجاتيف 4 هعملها بوزيتيف 2 تايمز نيجاتيف. يعني 2 كانها 4 2 تايمز 2 مره بوزيتيف مره نيجاتيف. الاحظ حاجه ان دي 2 هتتجمع مع 2 فده هيديني اكس بلس 4.
طب وهنا 2 هتروح مع النيجاتيف 2، هنا ده هيديني اكس، وتحت اكس وهنا اكس بلس 1، ايه اللي هيحصل؟ الاكس دي هتتشال مع الاكس دي. اتفضل المساله ايه؟ اكس بلس 4 اوفر اكس بلس 1، معوض عن كل اكس ب0، يبقى 0 بلس 4 على 0 بلس 1 هتطلع 4. سهله يا جماعه الفكره دي ولا صعبه؟ الو؟ دي تمام. دي عاديه. فهمتها. اللي بعدها برضو شكلها واللي بعدها شكلها، يعني دول كده ممكن ايه؟ نفس القصه برضو، ان البراكت بيتفك هنا وهنا. تمام؟ فدول ممكن نسيبهم بقى في الهوم. خلاص؟ يبقى انتوا وظيفتكم هتحلوا لي الاكسرسايز ده تاني، الكويز ده تاني في الهوم ورك. تمام؟ عشان بس تمام. تتدربوا تاني على المسائل دي، الافكار الجديده دي، عشان اجيبها لكم تاني في الكويز اللي جاي ان شاء الله. تمام؟ طيب ماشي يا جماعه، اشوفكم المره الجايه باذن الله. سلام عليكم.